اهلا بحضراتكم من جديد وفقرتنا الثانيه اون سبوت، والاكيد هنتكلم فيها عن المباراه المهمه جدا للنادي الاهلي الاولى تحت قياده رينيه فايلر امام بطل غينيا الاستوائيه كان سبورت. ان شاء الله المباراه بكره الساعه 6 بتوقيت القاهره. فارس، نتمنى كل التوفيق باذن الله لبدايه مشوار النادي الاهلي مع رينيه فايلر، وان شاء الله يكون نهايته اننا ناخد بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. اشتقنا يعني اشتقنا، فكفايه ابو عاد يعني. وعايزين بقى نتكلم في حاجه، رينيه فايلر من حظه قد يكون الجيد ان هو بدا من الاجواء الخاصه ببلجيكا واوروبا وطبيعه الملاعب الى غينيا الاستوائيه. اعتقد من حظه طبعا، لان بدايه الدور ال 32 مع منافس انا شايف ان هو يسمح ان هو يقدر يسافر ويشوف يستكشف اجواء افريقيا في ضغوط اكتر منها لا علاقه فنيه، لا هو هيكون الضغوط كلها متمثله في طبيعه الأجواء. الملاعب في الاجواء، فانا شايف دي خدمته جدا. وان كان ملاعب غينيا الاستوائيه منظمه امم افريقيا 2012، فممكن تكون الملاعب بشكل ما الى حد ما طبيعه افريقيا انت بتتكلم برضو مهما كانت منظمه من مختلفه تماما. الراجل كان شغال في اجواء مختلفه، انا شايف ان هي حاجه مفيده جدا ليه. انا عندي ريني فايلر لو استكشف الماما افريكا في المباراه دي هيكون حقق حاجه مهمه جدا هتساعده بعد كده اكيد، خاصه اذا عرفنا ان النادي نادي حديث العهد 2014 والاستاد بيسعى ل 15000 متفرج اول وصول. بس النادي ده عنده رقم بيفكرني بنادي مصري، النادي ده 2014 لكن قدر بعد خمس مواسم في الدوري يحصل على الدوري في غينيا الاستوائيه. القصه دي ما حصلتش في مصر غير مع نادي المقاولين العرب، هو تاني نادي بعد النادي الاهلي يقضي وقت مواسم قليل في عشان يحصل على بطوله الدوري. النادي الاهلي من اول موسم مشاركه في بطوله الدوري خد البطوله، نادي المقاولين العرب بياتي في المرتبه الثانيه، شارك موسم 78 قدر ياخد البطوله فارس 82 بعد اربع مواسم. نادي حديث التاسيس بالظبط زي كانوا سبورت بيتعامل من فكره الصرف باين. يعني هو في 2014 عندهم مشروع، ولكن اعتقد المشروع مهما كانت امكانياته فهو بعيد جدا عن النادي الاهلي. رينيه فايلر حاجات هتكون مهمه جدا، اهم حاجه الناس بتتوقع بتسال طريقه اللعب ايه، اللاعبين ايه. في رايي ان طالما الخطه الرئيسيه عند رينيه فايلر بشكل عام 4-2-3-1 وهي بتلتقي مع الخطه اللي هي مفضله للنادي الاهلي في السنوات الاخيره، فغالبا الراجل هيبني من هنا، هيكون عنده خطط بديله هتظهر على مدار البطوله، ولكن انا واثق ان هو هيبدا بكده. علامتين استفهام رمضان صبحي وايمن اشرف، هل هيكونوا موجودين بكره من البدايه ولا لا؟ هنبدا نستكشف طبيعه الراجل شايف اللاعبين ازاي، طبيعه المرحله دي هيبدا بالتدريج هيدخل لاعبين جدد خصوصا ان هو هيشوف المنافس مناسب، ولا هيكون هيبني على اللي قبل كده يا احمد ومش هيبدا بسرعه يعمل تغييرات جذريه، تعتقد شخصيته هتكون عامله ازاي؟ والله انا يهمني في الموضوع، هو اكيد هيبدا حيث انتهى الاخرون برضو لحد ما يستكشف اللاعبين، باستثناء ممكن يتم التغيير في مركز قلب الدفاع ممكن وارد، لكن انا عاجبني في شخصيه فايلر التصريح اللي هو عارف كويس جدا ان الفوز او النصر هو لا يقيه على كرسي او على قياده تولي الاداره الفنيه للنادي الاهلي. نتمنى يطبق ده على ارض الواقع زي ما حضراتكم شايفين كره القدم هنا واضحه. ان حققت الفوز ستبقى وتحافظ على عملك، وان لم تحقق الفوز سترحل على الفور. ده مهم جدا. قال كتاب النادي الاهلي صفحه الاستمرار بتقول ده، بتقول التصريح اللي قاله لا حياه لك داخل النادي الاهلي بدون الانتصار. عايز بس اقول لرينيه فايلر كل سنه وانت طيب، ولان عيد ميلاده 14/9 وده بيوافق اول مباراه لي للنادي الاهلي، وبرضو اسمحوا لي اقول لوعد بنتي كل سنه طيبه لان نفس برضو عيد ميلادها 14/9 مع رينيه فايلر، وان شاء الله يكون فال حسن لرينيه فايلر. وندخل في الفقره الثانيه من اون سبوت.